صعب منعم. حبيبي يا دكتور انا بتشرف بيك ودايما الديفندر ده على قلبي يعني. حبيبي كابتن حسين طبعا بقالي فتره كبيره ما شفتوش، انما كنا متابعينه طبعا مع الترسانه ونجم كبير، واتقابلنا مع بعض في الاتحاد السكندري ولعبنا، فانا مبسوط ان انا موجود معاه النهارده. كابتن انا اتكلمت في الانترو ان انا متضامن مع لاعبين الزمالك وارفض فعلهم، ده عنوان حلو. عايز اخد رايك في الحته دي، ولكن مصر والامارات طول عمرهم خد بالك مش موقف زي ده اللي زعلنا من اشقائنا العرب، ولكن المخطئ يحاسب في الجانبين. رايك؟ مش هتكلم كتير عن اللي حضرتك قلته في الانترو حقيقه يعني. الامارات ومصر شعب واحد، وقد ايه احنا بننتمي للشعب الاماراتي وقريبين مننا جدا في الاخلاقيات والاجواء اللي احنا بنشوفها حتى في البعثات لما بنسافر او حاجه، مش الامارات بس انما دول الخليج كلها، انما الامارات بصفه خاصه بالموقف اللي حصل. كنت اتمنى زي ما حضرتك ذكرت في الانترو بتاعك انه ما يبقاش الموقف بالشكل دوت. يمكن احنا كنا بنتكلم قبل الهوا انا مع الكابتن حسين انه ما كانش بيحصل الحاجات ديت لما كنا بنلعب، ولما كانت بتحصل كانت بتتلم جوه غرف الملابس او حد عاقل بيقدر يلم الموضوع، انما الموضوع خرج بره السياق تماما يعني. ومش هنقول الزمالك بس، اي لاعب مصري حصل له المشكله دي هناك، دي كانت مهمه كبيره ومشكله كبيره كان نفسنا ان هي تخلص في جوه الملعب. جوه الملعب، واحنا دايما عاصرنا حاجات كتيره، دايما بتحصل مشادات ودايما بتحصل مشاكل عمرنا ما شفناها بتخرج بره الملعب، والناس بتتراضى جوه الملعب. ما طبيعي جدا النهارده انا غلطت على غلطت، ده تنشنت ملعب، بعدين بتتكلم في لعيبه عشانات يعني، وفي عصبيه وفي 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 فار وفي وكل حد النهارده منتمي لفرقته في عصبيه، الناس بتلم والناس بتجمع. وكابتن بقى حسين